And the density of accuracy of the coated surface of chrome plating roller. هنا المصنع نفسه، التصنيع نفسه، البطارية كيف تبدأ من تكون باودر، بعدين البروسيس كامل لما يصير عندنا المنتج النهائي. فنحن جينا بالعملية من العكس، على السيفتي أول شيء والكواليتي تشيك والآر إن دي سنتر، بعدين جينا على المصنع. لكن هي بتبدأ من هنا، من this point. This is the cathode material. This is the anode material. So, I can see the we also call the cutting process is melting down until the burst beyond the foil. This is the purple of the nickel, cobalt, magnesium, and aluminum. Do you start the sodium phosphate? Mm-hmm. Sodium phosphate. This type is, as you can see, it has no module, so it has high energy density. This is our guest development, and in that way, they did have platform and almost we have more واحنا قاعدين نلف نعمل تور في المصنع نفسه، لاحظت انه عدد البني ادمين البشر الموظفين قليل. فانا قلت ممكن اجازه اليوم، الا بعدين البنت اللي قاعده تعمل لنا التور تقول انه 95% من البروسيس اوتوميتد. ميك سنس، 95% من البروسيس اوتوميتد، ماشين يعني، الالات هي اللي بتعمل الشغل كامل. برودكشن لاين. Thank you. ساعة ونص من السوق ولسه باقي 51 دقيقة. هذه هي المحلات اللي عند المحطة، يعني شوفوا ايش عندهم مشروبات. Thank you.
هنا منتو طبعا. هنا منتو طبعا. قوامات. بصل. ساعات وشغل عندهم تمر ما نزلنا يستخدموا الإعلانات الصوتية بشكل مبالغ فيه يعني قدام كل محل تحصل فيه راديو قاعد يقول لك تفضل تفضل كده يكون انهينا زيارة ثالث اكبر مصنع بطاريات في الصين زي ما شفنا طبعا المصنع هذا مش بس للجي دبليو ان لا كمان لشركات صينية اخرى زي جيلي مثلا وبرضو بيوردوا لي ستلانتس ستلانتس جروب التكنولوجيا المستخدمة هناك هاي ستاندرد اكتشفت شغلة في الصين to show respect يعني لما انت تبغى تسلم شيء لو انت بتسلم شيء ما تسلمه باليمين مثلا زي عندنا لا تسلمه باليدين فكده you show respect هذه point حلوة فالديتيلز هذه تبين جمال الكلتشرز المختلفة في العالم خلصنا شغل والآن وقت التسكر رحينا السوق طبعا من الشيء اللي نقول مو حلو في الصين انه كل شيء يقفل بدري الساعة 10 مدينة اشباح يعني هذا ما هو ماشي مع جدولنا يعني يدوب نلاقي وقت لكن في محل الان حنروح له يقفل الساعة 12 فنشوفه ناسبنا اشترينا ما ناسبنا ما اشترينا